دلوقتي المنتج اللي معانا ده بتاع البطاطس ده عباره عن جزء شيت ميتل، هو طبعا معمول تشكيل بالقوالب، بس احنا هنتكلم النهارده في ان ازاي ننفذ حاجه زي كده من غير قوالب، اللي هو نقطع ليزر ونتني ونكسح بس من غير ما نعمل استنباط. دلوقتي انا عندي الميكانيزم ده عباره عن ايه؟ عباره عن حركه دائريه تتنقل لحركه خطيه. وعشان اقدر انفذ ميكانيزم بالمنظر ده لازم ادرس نقاط الحركه. عندي كام نقطه للحركه؟ عندي نقطه 2 3 4 صح كده؟ عندي كذا نقطه بتتحرك، من ضمنهم 3 بس بيتحركوا وواحده ثابته. فاحنا عندي قلم هنا، عندي قلم هنا، وتخيل ان الاقلام دي هترسم الحركه اللي هتحصل. اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل عندي جزء من دايره هنا سنتره الجزء ده، وجزء من دايره هنا سنتره ده، وعندي حركه خطيه على الخط ده تمام، بتتنقل عن طريق الاكس ده. والحركه عشان تتم هنلاحظ ان في زاويه ما بين الثلاث نقاط دول، زاويه فيكس. لو جينا بنتخيل على السوليد يبقى كده هد طول معلوم مع طول معلوم مع زاويه معلومه، وهاجي في الزاويه دي هسيبها مفتوحه تمام. والمعلوماتكم انا عشان اعمل من اي ميكانيزم الديجري فريدم بتاعه الحركه لازم ما تبقاش صفر. لو بقت صفر معنى كده ان ده بقى كتله واحده ثابته، لازم الديجري فريدم تبقى اي قيمه غير الصفر، بمعنى ان لازم أن يبقى فيه عنصر مش فيكس، او في كذا عنصر مش فيكس. عندنا ايه العناصر اللي مش فيكس؟ عندنا مثلا ده كونسنتريك على النقطه دي فبيتحرك، النقطتين دول بيتحركوا على النقطه دي، وعندك ده كونسيدنس على اللاين ده فبيتحرك حركه خطيه، وعندي الزاويه دي عندي متسابه. ده اللي هنحاول نحققه في البدايه خالص قبل ما نرسم. هنجرب بس الميكانيزم ونعين السكتش بتاعه على جنب، نعين السكتش بتاعه على جنب قبل ما نرسم اي حاجه. فدلوقتي اهم حاجه بالنسبه لي ارسم ميكانيزم الحركه اللي هو نقطه 2 3 4. هاجي على السوليد افتح كنترول ان وابدا ارفع مقاسات النقط بتاعتي. هاجي بالبوكليس، طبعا هي النقطه دي اكبر من مقاس البوكليس تقريبا للاسف، فاضطر ان انا اخد مارك هنا كده، يعني اجي اعلم من السنتر هنا تقديري واجي اعلم مارك كده بالبوكليس خدش كده بسيطه، واجي بعد كده اجي اقيس المقاس ده تاني معايا. انا عندي المقاس ده 2 و7، باجي بقرا المقاس عندي كالتالي، باجي بشوف اقرب شرطه في المقاس اللي تحت فين، فهي كانت عند الـ2 و7، يعني الزيرو بتاع الشريط اللي فوق ده، الخط بتاعه اللي هنا جه عند الـ2 و7. لو انت حابب تجيب الموضوع بدقه اكتر من ملي هتيجي تشوف الشريط اللي فوق ده انهي خط تطابق مع الخطوط اللي من فوق، فالخط ده يبقى بدايه القرايه. بمعنى انا عندي دلوقتي ده 2 و7 تمام، نظريا فهي 2 و7 بالظبط، لان الصفر تطابق بالظبط مع الايه 7 من 10. فانا المفروض ان انا عندي 2.7 من 10 مع المقاس اللي هي اكبر فتحه فيه اللي هي ايه 15 و3 من 10 تمام. يبقى انا كده عندي، هاجي ارسم في السوليد اول حاجه نقطه هنا اللي هي الفيكس بتاعتي، تاني حاجه هاجي ارسم نقطه على سطح دايره، هاجي ارسم دايره على سطح النقطه دي، واجي اخلي الدايره دي فور كونستراكشن لان هي خط دايره وهميه بالنسبه لي، وهاجي اقول ان انا عندي المسافه من هنا لهنا 15 و3 زائد 2 و7 هتدينا المقاس ده تمام. انا كده حققت ان النقطه دي بتتحرك معايا على الشكل ده. ممكن يعني نخلي المقاس على الدايره على طول بدل ما هو النقطه النقطه، نخلي المقاس ده دايركت 36 تمام. بقى عندي النقطه دي، هيبقى ناقص ان انا اعمل وصله ما بين النقطه دي للنقطه دي. كده انا جبت ايه؟ انا كده جبت الجزء ده، جبت النقطتين دول، ناقص النقطه دي. النقطه دي بزاويه معلومه، المفروض ان احنا نوقع الزاويه دي بكارتله الزوايا تمام، بس هي مش معانا، فهنحاول نتحايل على الموضوع. بس خلينا الاول نرفع المقاس ده كامل. هاجي ارفع المقاس ده، هاجي الاحظ ان المقاس ده عندي هو كل ده تقريبي لان انا مش ظابط السنتر بالظبط، هيبقى 6 و7. فانا هاجي ارسم دايره ثانيه هنا فور كونستراكشن، وهاجي ادي للدايره دي بتاعتي 6 و7 في 2 لان ده بالدايمتر تمام.
واجي اوقع نقطه هنا اللي انا لسه مش عارف زاويتها كام، يعني انا لسه مش عارف زاويه النقطه دي كام. انا علشان اجيب حاجه زي كده، انت حد معانا ارسطو او ملقمه، بنعمل ايه عشان اجيب نقطه زي كده؟ هاجي اعمل حاجه بالمنظر ده كده، بالمنظر ده كده، بالمنظر ده كده، ولو عندي بورد بالشكل ده هاجي اطبع الجزء ده كده عليه، يعني هاجي اتاكد بس ان هو طبع معايا. لو ما طبعش هنضطر نجيب ورقه، هنحتاج بس نجيب ورقه، يعني نجيب ورقه كبيره علشان نوقع المقاسات دي عليه. ايه؟ معانا ولا بقول لهم احنا فين؟ ما هو انا تعرف احنا بنعمل ايه؟ انا عايز اجيب الزاويه دي. الزاويه دي كام؟ سيبيكي من الديزاين ده. انا عايز اجيب الزاويه ما بين النقطه دي والنقطه دي كام؟ فانا المفروض لو عندي ورقه هوقع الموضوع ده بالطريقه دي. خلينا نعملها تقريبي طيب. نجيب النقطه دي هنا. النقطه دي هنا. تمام؟ النقطة دي هنا والنقطة دي هنا تقريبا، والنقطة دي تحت هنا مثلا. تمام. أنا مجرد عندي من الكلام إن أنا بقى عندي لاين موجود معايا بالمنظر ده كده. أنا مطلوب مني معاكي بالقلم؟ ورق. ورق؟ لا خلاص احنا نزلنا هنا، بس عايز بالقلم. المفروض أجيب الزاوية دي كام؟ ما هو المفروض مش هنقول كذا، بس هي نظريا المفروض يبقى معانا دي. انت درستيها قبل كده؟ لا. ماشي، دي الحته الوحيده اللي بص دي جزء، بص دي الجزئيه الوحيده اللي احنا هنحتاج نبقى نشيك عليها فيما بعد. بس انا هاجي اقول ان انا عندي الزاويه دي من هنا لهنا، هفترض ان هي 135 زي ما انت قلت. هفترض ان هي 135، تمام؟ بقى عندي انا ايه؟ بقى عندي الاثنين ارم دول ثابتين بالمنظر ده. ده كده حقق لي ايه؟ ده كده حقق لي الجزئيه دي كده، يعني كده ده حقق لي الايه؟ الارم ده، تمام؟ يعني الارم ده كده ده اتحقق لي. ناقص النقطه دي. النقطه دي، النقطه دي علاقتها مع دي مفيش علاقه، يعني النقطه دي علاقتها مع دي مفيش علاقه. غير ان هي خط. لكن كزاويه مفيش، وعلاقه ده مع ده برده مفيش زاويه. فانا المفروض مني ان انا بس ارسم اي نقطه، اي نقطه هنا، واجي اقول بس ان هي هتبقى هوريزونتال مع النقطه دي، تمام؟ وناقص ان انا اجي ارسم الارم ده بقى نفسه قد ايه؟ يعني اجي اقول الارم ده من النقطه دي للنقطه دي كام؟ 8 و1. من السنتر المفروض تمام؟ من 8 و1. احنا بنقرب، يعني المقاسات مش ادق حاجه بس احنا بنقرب. 8 و1. هاجي اقول ان المسافة عندي من هنا لهنا 8.1. بس يفضل يعني ايه ان احنا نعمل خط، يعني بلاش يبقى ايه، تمانية بوينت واحد، تمام؟ فانا دلوقتي عندي الحركة اللي هتحصل، الحركة دلوقتي لما تيجي تحصل هو ده الدراع اللي بينقل الحركة معايا. لو عايزين نشيك على شغلنا، لو عايزين نشيك على شغلنا، الدراع ده تقريبا لما بيبقى نقطته هنا بتبقى النقطة تقريبا دي هنا، صح كده؟ هو واضح كده ان في فرق رهيب في المقاسات، تمام؟ مقاس الزاوية، مقاس الزاوية. ممكن نعدله من هنا نخليه 150 مثلا. اعتقد ان هو اكبر كمان، 160، تمام؟ هو تقريبا بس الزاويه دي هي اللي هتحدد لنا ميكانيزم الحركه. انا كده بس بالموضوع ده انا بس بشيك على ايه؟ على ذراع الحركه والايه؟ والحركه بتاعتي. بالمناسبه انا لو اديت لاي حاجه من الحاجات دي علاقه زياده الموضوع هيضرب. في فرق ما بين اعمل فولي ديفاين فكده الديجري فريدم بقت زيرو، وفي فرق ما بين ان انا اخلي الديجري فريدم مش زيرو، رقم تاني، تمام؟ كده الديجري فريدم ممكن تبقى 7 8، على حسب، وليها طريقه في حسابها، تمام؟ انا وصلت لده، صح؟
انا هحفظ السكتش ده وده هيبقى سكتش استرشادي ليا لما اجي ارفع المقاسات دي، بحيث ان انا لما اجي اعمل اسامبلي والميكانيزم يضرب مني ارجع تاني للسكتش ده اخد منه مقاسات تظبط لي الدنيا. فانا هاجي اسيب السكتش ده واسميه مثلا ميكانيزم مثلا. دي كده اول خطوه. تاني حاجه بقى هنبدا نرفع مقاسات اجزاء شيت ميتال عاليه جدا. خلينا في الاول نرفع مقاسات الهاوسنج مثلا، يعني خلينا نرفع مقاسات الهاوسنج مثلا اللي معانا اللي هي الجزء الخارجي ده. دي علشان تتشال محتاجه ان التانيتين دول تتعمل من فوق تتشال ازاي؟ هو الجزء ده شيت ميتال ده تمام. انا هتغاضى عن اي تكسيح من النوع ده حاليا لان ده اسطمبه. ده التكسيح دي فورم للاسطمبه. دي تكسيحه كمان اللي فوق برضو. دي تكسيحه مثلا، دي تكسيحه، لكن دي خارجه من الاسطمبه، يعني انا مش هقدر اعملها. او بنش، يعني لو متقطع بتاع دي بنش. ايه الفرق بين الثاني والتكسيح؟ التاني بتبقى تنايه، سلاح تنايه بينزل، لكن دي مش سلاح تنايه خالص، ده ليه تشكيل في المعدن، والتشكيل ده غرضه تقويه لده، تقويه للجزء ده. يعني التشكيله دي غرضه تقويه للجزء ده. تمام؟ التشكيل ده بيحصل ازاي؟ التشكيل ده بيبقى بيتم عن طريق حاجه من الاتنين، يا اما اسطمبه بتقطع الشكل ده كله مره واحده وتديك التشكيل ده وبعد كده تتني، او بتجيب لك التاني مره واحده، او بالبنش. في مكنه اسمها بنش عامله زي الليزر بتقطع وبتشكل، بس عباره عن اسلحه. بيبقى فيها سلاح زي ده بالظبط بيقوم نازل ذكر وانتهى، يقوم عامل ايه المنظر ده بالظبط. تمام؟ فخلينا نبدا نتكلم في الهاوسنج ده هنبدا نرفع مقاساته ازاي. انا اول حاجه هاجي ارفع مقاسات بره كام، يعني هاجي اقيس من بره كام. مثلا هاجي اقيس ده الاول عندي 15.2 وعندي من بره ده 7. يبقى اول حاجه هعملها هاجي في التوب كليك يمين سكتش واجي ارسم مستطيل هنا معايا واجي اقول ان ده عندي 15 و2 تمام. احنا شغالين بالملي صح؟ يبقى كده مظبوط صح؟ ودي كام قلنا؟ 7. حلو. 7 بقى دي هتحدد كام حاجه بقى. دلوقتي احنا عندنا دي ليها تخانه، بص كده سامع معايا هنا، دي ليها تخانه كام؟ 1 مللي. وانا قست المقاس من بره، فحط في بالي ان في تخانه في الموضوع، يا اما اعملها من الاول قليله يا اما اطرحها بعدين. سؤالك ايه يا ايه؟ تمام؟ 152 ماشي. انا اسف. لا عادي. عارف ان الرياضه بالنسبه لك شيء حساس. هنعمل شيت ميتال بيس فلانج ونيجي نقوم عاملين مقاس التخانه بتاعتي 1 تمام. والكي فاكتور هنخليه بوينت 3.3 حاليا، ونيجي ندوس اوكي. شيت ميتال بيس فلانج، في مشكله؟ ناقص ان انا اعمل التكسيحه دي. التكسيحه دي هنعملها على 90 درجه، وهنعملها الاول عباره عن شكل مستطيل بعيدا عن التفاصيل الكتيره قوي اللي موجوده معايا دي. فانا هاجي اشوف الاكبر مقاس عندي كام من هنا اللي هو 8.1 تمام. فهاجي اعمل ايدج فلانج واجي اختار ده معايا ارتفاعه 8.1 في اللينس هنا، فلانج لينس 8.1 81، علشان يبقى عندنا لبس في الموضوع ده شويه. تمام. سؤال بقى، هل انا عملت صح ولا غلط؟ في معلومه انا قلتها، في تخانه 1 مللي، التخانه دي طلعت لبره ولا لجوه؟ تعال نشوف بقى الموضوع ده. اديت سكتش ونراجع الموضوع ده سوا. انا عندي هنا التخانه كده لجوه، يبقى كده صح؟ كده صح؟ لان احنا لسه من بره صح؟ طب لو بقت كده؟ كده؟ طب كده؟ طب كده؟ يبقى اذا الفلانج بوزيشن هيساعدك في انك تاخد القيمه من مكان ما انت كنت واخده الايه القياس. فهنا كاتب لك ماتيريال انسايت زي ما احنا رفعنا المقاس. تمام؟
تاني معلومة عايز اقولها لك، الارتفاع بقى اللي هو 81 ده متاخد منين؟ منين اللي فين؟ تعالوا نقف كده الاول على الشكل، نقف نورمال 2 يلعب كده، وتعالوا نشوف. عندك هنا مقاس حاجة اسمها outer virtual shore، هنا inner هنا outer. ده inner معنى كده ان الايه مقاس 81 من الداخل صح، وهنا من الخارج صح. فاحنا هنخليه من الخارج، وزي التأكيد هنيجي بالإيفاليويت طول ما انت شغالة تشيك على حاجة. ميجر واجي اختار من الضلع البعيد للنقطة دي، واجي اشوف المقاس في الواي 82 صح كده؟ زي ما احنا قلنا تمام. طب التشكيلات بقى اللي في الجنب دي اعملها ازاي؟ التشكيلات اللي في الجنب دي اعملها ازاي؟ انا عندي في التشكيل ده يجي معايا صح؟ التشكيل ده يجي معايا، التشكيل ده يجي معايا بالتناعي، وعندي في تفريغ وعندي في كت. في اتنين اوبشن، في اتنين اوبشن، يعمل ارتفاعي على قد ده على قد ده، بقى اخد التانية دي كده، بقى اخد التانية كده، بقى تانية كده وكمل. يا اما استخدم امر في الشيت ميتر هنا معايا اسمه سكتش بند موجود معايا يخلص لنا القصة دي كلها تمام، او جوج تمام، او امر جوج، يا ده يا سكتش بند. يا اما من البداية، من البداية اقيس الارتفاع بتاع ده كام بالظبط، اللي هو المقاس ده اللي هو 2.5. لو انا جيت عملت ده 2.5 يبقى انا كده ريحت بالي من موضوع السكتش بند وكلام من ده. وانا علشان مش عايز ادخلك في كذا امر، فخلينا نستخدم الامرين دول بس تمام. فخلينا نقول ان ده هنا 25 ونيجي ندوس اوكي تمام. في ثانيه هنا معانا هنيجي نرفع مقاسها بالمنظر ده تمام. هي 90 درجه، باين ان هي 90 درجه. هاجي اختار حاجه كده واجي اشوف هي قد ايه، هي 4 مللي وعندي تخانه مللي، يبقى انا كده ايه المفروض الثانيه من 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 هنا لهنا عندي 3 مللي، يعني من هنا لهنا 3 مللي. فانا المفروض اعمل ايدج فلانج واجي اختار الايدج ده معايا واجي اقول ان ده 3 مللي تمام. ونيجي نختار ان هو كده حلو، واجي ادوس اوكي واجي اتاكد من الكلام ده، اعمل ايفالويت واجي اقيس المقاس ده من هنا لهنا كام؟ 4 مظبوط. في حاجه عايز اقولها لكم، ان الفلت ده كبير قوي بالنسبه للتخانه ملي، محتاج اقلله. اقلله ازاي؟ هاجي هنا في الشيت ميتال ايديت فيتشر، هو بيقول لك هنا ان الراديوس بتاعك 2، ممكن نخليه 1، يعني ممكن نخليه 1. فنيجي نلاحظ ان الراديوس بتاعنا اقل بالمنظر ده. بعد كده في عندي ايدج فلانج ثانيه، ايدج فلانج ثانيه من شيت ميتال، موجوده معايا بالسيكنس ده تمام. كام؟ 2.4 صح؟ برضو في بالك ان التخانه عندك من بره بره، فانا المفروض عندي ان انا هاجي اعمل هنا 2.4 اللي هو 24 واجي اتاكد. بس المفروض نشيل 2 مللي مش مللي واحد، 2 مللي فوق، فوق مللي تحت. فانا هاجي هنا اجي اشوف انا هعمل ايه. انا اول حاجه هخلي الماتيريال بتاعتي من جوه كده بالمنظر ده، ونيجي ندوس اوكي ونيجي نقيس تاني. هيبقى لنا مشكلة بسبب الفلت ده، الفلت ده كبير شوية، المفروض ان هو يقل عن كده. احنا كده عندنا المقاس ده كده كام؟ 11 تمام. الاوفال ده عندي 11، في السلوت اسف شويه في 1.2 تمام. فانا هاجي اعمل كنترول 8 سكتش هنا، وهاجي اعمل سلوت عندي في نص المسافه دي كده،
حلو، واجي اديله مقاس كده 11 وكده 1 و2 اللي هو 12. تمام. في عندي تريبة كمان هتقابلنا المركز للمركز ولا لا؟ لا من بره لبره، يبقى كده هنطرح 110 ناقص، مش كويس انت صح، ناقص 12، ناقص 12 صح كده؟ تمام. ناقص حاجه البوزيشن بتاعي من النقطه دي او من النقطه دي. انا ممكن نجيب البوزيشن بتاعي من النقطه دي تقريبي، او ممكن نجيبها بالعمق كده كده، يعني لو انا حابب يعني بالطريقه دي بديل البوكليز، واجي اشوف المقاس عندي حوالي 9 متر، فاجي اقول ان انا عندي المسافه من النقطه دي للنقطه دي 9 متر. اخر حاجه هنظبطها عشان الشكل معايا فول ديفاين، هاجي اظبط النقطه دي كنترول النقطه دي واجي اعملها هوريزونتال. تمام. واجي اعمل اكسترود كات الحته دي. انا كده جبت الجزء ده. تمام. ناقص ان انا عندي في زاويه هنا معايا، طبعا الزاويه دي بتتقاس برده بطريقه ثانيه مش معانا التولز بتاعتها حاليا، بس هي واضح ان هي 45. هاجي اقيس بس الارتفاع بتاعي من هنا اللي هو تقريبا 8 مللي، واجي اقيس ثاني حاجه بالنسبه لي اللي هو المسافه دي قد ايه. طبعا انا مش عارف احط البوكليز كويس بسبب الحاجه، فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجي اقيس المقاس من بره بره 1 و8، واجي اقيس المقاس ده واطرح ده من ده، ده 1 و4، يبقى الجوج ده 4. تمام. دي حاجه. في حاجه برضو عايز اقولها لكم، ان الحته دي مع الحته دي بمفهوم الشيت ميتر اللي احنا هنعمله مش هتيجي بسبب التكسيحه دي مع دي، لو احنا فاهمين تنايه الجزء ده مش هيجي كتنايه، ده هيجي كاستامبه، لكن ده ما يجيش كتنايه. فهنضطر نتحايل على الموضوع باننا هنتعامل على ان الجزئيه دي مش موجوده. وهعمل احنا الحته دي عندنا مقاسها 4 مللي، تمام؟ والزاويه 45، ماشي. خلينا في ال 4 مللي، هنيجي نكتب مقاس دي اكتبها 4 مللي، تمام؟ 4 تمام؟ وهيك اختار الايدج فلانج بتاعتي دي معايا بالمنظر ده كده، تمام؟ الايرور اللي حصل ده بسبب القعده اللي هنا دي، واخد بالك؟ يعني بسبب الريليف اللي هنا. ممكن نيجي نعمل ايدي فيتشر ونيجي نعمل ريليف ونيجي نسوق كده. طيب لسه في مشكله الحته دي، واجي اردها تاني بزاويه مكمله دي 135 كده. طب نعملها 45، تمام. واجي اختار الايدج اللي تحت ده، واجي اعمل زاويه 45 برضو، واجي اقول ان المسافه دي عندي اللي هي المسافه دي كده كام؟ 1.5. اجي اقول ان المسافه عندي هنا 1.5. طب اللي في النص ده ايه؟ لا 1.5 يعني 15، تمام. اجي اسوي كده اللي في النص دي هنتقاطع عنها تماما بسبب ان انا مش هقدر اخد تشكيل من حاجه زي كده، يعني ما اقدرش اخد تشكيل من ثانيه، تمام؟ بقى عندي حاجه بالمنظر ده كده. حلو. ناقص ان انا اخد التكسيحه دي اللي هي 5 مللي، هاجي اقول ايدج فلانج واجي اختار دي هنا كده وده هنا كده، واجي اقول ان ده 5 مللي، واجي ادوس اوكي. هحاول ارسم بس بسرعه وعلى قد ما انا بقول. ناقص عندي الحته دي، الحته دي الاحظ ان هي السطح ده مع ده مع ده حته واحده عشان يقعدوا على بعض، بحيث ان يعني الشكل ده ما يقعدش عليه. فهنخلي الجزئيه دي واحنا بنعمل ده عشان يبقى ايه كله جاي مره واحده. انا عشان اعمل دول انا محتاج ان الاول ان انا افرغ الاماكن دي الاول.
هنيجي نرفع مقاس ده هنيجي نلاحظ ان هنا ده هنا واحد وثلاثة وهنا ده معانا تمانية. فهنيجي نرفع مقاساتنا هنا. بس عشان نعرف نعمل الكات هنا محتاجين نفرد دي الاول قبل ما نتني. فهنيجي نعمل فولد ونيجي نختار الصفحة ده كثابت ونيجي نختار ده ونيجي نعمل اوكي. انا اسف نعمل انفولد الاول. نعمل انفولد نيجي نختار ده كثابت ونيجي نختار ده ونيجي ندوس اوكي. في يعمل حاجة ده بيفرده؟ ده بيفرده بس مش هيتفرد بسبب لعبكة الماء هنا المفروض. يعني احنا ممكن في فيتشر احنا كده كده الافراد بتاع الماء ما هنفرده بس هو الفكره ان في ايرور هنا عامل مشكله. الايرور ده عامل مشكله. خلينا نشوف الايرور ده حل ايه طيب عشان ما يضايقناش اكتر من كده. ممكن ناخد اوفست مثلا واحد كحل يعني. ندوس اوكي. تمام المشكله دي كده اتحلت. تمام لما اجي اعمل فلاتن المفروض ان ده افراد خلاص. تمام انا الانفولد ده والفولد يقدر يجيب لي الافراد على قد الحته دي بس. هاجي ادوس اوكي بحيث ان انا يعني اعمل الكات وبعد كده وبعد كده اتني تاني. فانا هاجي اشوف المستطيل بتاعي اللي هنا حاجه هنا كده بالمنظر ده. مقاس ده من هنا لهنا 15. مقاس ده من هنا لهنا 1 و2 على حسب ما انا فاكر. تمام من فوق بقى 5 دي اللي بس انت فاكراها يعني. طب كويس حلو. وهاجي كابيور ده هنا كده واجي اختار ده كنترول. معلش هتسالني ايه كنترول ده هعمله ايكوال لبعض وده معلش كنترول ده معلش بالمره نقول ان هم لينير. اسف اجي ابص على الاخر دي تمام ونيجي نقول ان ده معلش 12 ماشي 15 اسف. تمام ونيجي ناخد ده ميرور اباوت ده واجي اعمل اكسترود كات اكسترود كات لينك تو سيكنس واجي ادوس اوكي. كانش المفروض اعمل الناحيه الثانيه دي الصراحه خلينا نمسحها يعني خلينا نعملها مع الميرور اللي هي الناحيه دي. ديليت واجي ادوس اوكي. تمام بعد كده هاجي اعمل انفولد من شيت ميتر. هاجي اعمل فولد بقى اللي هو عكس الانفولد واجي اختار ده وادوس اوكي يرجعها لي تاني زي ما كانت. تمام ناقص ايه بقى؟ ناقص ان انا عايز اعمل حاجه عدله هنا. فهاجي كليك يمين سكتش وقف نورمال 2 واجي ارفع مقاس الجزء ده كام؟ الجزء ده عندي 6 يعني 6 مللي. هاجي اختار ده من هنا لهنا واجي ارسم ده من هنا لهنا واقول 6 في كام بقى؟ معلش 6 في 1 يعني هاجي اقول ان المقاس ده عندي هنا 6 والمقاس من عندي من هنا 1 يعني 10 يعني. تمام واجي اقول ان النقطه دي يعني ممكن احرك ده شويه كده عشان امسك الميد بوينت بتاع ده. كليك يمين سيلكت ميد بوينت كنترول كليك يمين سيلكت ميد بوينت واجي اقول كونسيدنس على بعض. ممكن اجي اعمل سنتر لاين
كلها مساحتها اصلا جديد. وبقول ان ده ميرور على ده تمام. واجي ادوس اكسترود اب لينك تو سيكنس، يعني اتاكد ان انا معلم على لينك تو سيكنس، بس اجي اتاكد ان الاتجاه مظبوط عكس اتجاهي بس. وبدوس اوكي تمام. انا جبت الجزء ده، تعالى نعمل فلاتن نشوف الافراد عامل ازاي. الافراد عامل معايا بالمنظر ده تمام. كان المفروض وانا بعمل دول اعمل اللي هي هنا بالمره، فاعمل سكتش وهاجي اعمل الجزء بتاع اللي هنا ده، واجي اقول ان ده كنترول ده كولينير كولينير مع بعض، واجي اقول ان المقاس ده 10 تمام. واجي ادي مقاس اوبا لا مش هينفع في نفس البلين، مش هينفع في نفس البلين كده سرحانين. يبقى الخطوه دي كانت محتاجه تيجي تتعمل لوحدها هنا. اختار ده كنترول ده لينير، واختار ده كنترول ده ايكوال اللي بعمله ده اسم ده كنترول ده ايكوال، واجي ادي اي مقاس من هنا لهنا مثلا دي واحد مثلا تمام. واجي ادي اكسكلود واجي اعكس الاتجاه بتاعي واتاكد ان هو في الحاجة ده واحد تانية اللي هنا، ده واحد تانية واحد تانية تقوية حاجة اديله شيت ميتال يجي فرنش، واجي اختار حاجة بالمنظر ده كده، واجي اقول ان المقاس عندي ده واحد عشرة وليس اوكي. حلو، انا كده تقريبا شبه خلصت الجزء الاولاني بتاعي ده. كل اللي هيحصل ان كل ده هعمل له ميرور على البلان اللي في النص اللي هو الرايت. هاجي اعمل ميرور واجي اختار في الفيتشر، هاجي اختار من اول الايدج فلانج دي لحد تحت يعني بقى هيفضل بقى لان هو كده كتير قوي صراحه. مش متاكد هيفضل ابدا الحمد لله تمام. انا كده خلصت ايه الجزئيه دي. اجي اعمل شيت ميتال فلاتن، طبعا في ايرور ما عايزين نعرف هو ايه. الورد فيتش مش عارف يبقى الميرور اللي احنا عملناه هو اللي فيه الايه التريب ده. خلينا نعمل رول باك قبل الميرور. نيجي بصي ممكن نعمل الميرور ده نيجي نعمل له سبريس يعني ما يفعلوش يعني. نيجي نعمل فلات في الكاد. في الكاد ممكن تاخدي ده كوبي وتحطيه الناحية التانية وخلاص بدل ما تعمل ده تمام. اليوم خلص.